قدوميها قلها قرت ذا الصومالي لان سليمان محمود هذا وصحافة كلها اللي مقالة ذا هرقيسا مركي وقور ريسي وحكاها اللي حالة ذا قلها وكيلة ذا الصومالي لان يدور الشدي لغو دورتي قدوميها قلها سي وحانو تلمامي قلهانين يا قنسيهين قدومي لغو دورتي قلها سي لانك كلاوح سود ويهي قوان كاي محكمة سرية الصومالي لانك سو سارتي خلاف كيكر دشي دور الشدي قدوميها قلها وكيلة ذا الصومالي لان دومي السليمان محمود آدن وأرمحان إكهاد ليا أيا يري إن قلوه خلاف صور لح قريب ممو قريب لكن أنا واحد نكوغ نهي إن لبقو عن دعي ند قلها إيا كي محكمة محكمة السر محكمة دي سر واحد حكومتي وقوان غردي وحبك الدنبي ملك الله رعم يا هسا مركز نو سي سي دنو سي سي دنو سي بحكاو سراي مسلا تقنا يا دستور قانا دا حكومتي توقف انت بايس بحي كدن بايا بحي دحدو دا يو بدي الله وهو سارين بان مغليين كسو عمعو دم بلا صوق الشي بحي كدن بايا تي يغابو لما يصير دورة هدي إذا بيصير كري وهاي ده بركة سيف اللي يجي أنا قوان كاسو وهاي قوان كي قلا قوان كي قلوه أنا قمنا نور دافنو ما رجنو محكمة دينا واحد تري قلوه إذا كي دين تا قلوه لو يجنا وافينر دنك كلا قدوميها قلها قرت للصومالي لان سليمان محمود هذا مو حكاها لي جوان قرين تكسعوتها قبل هذا بريق الصومالي لان هي حالة قودة دالك الله حسبي ذي هو عادوي وعادي وحنان تعلان لها إن أنا يا رنت الترك هذا شد بيح قرين دي لكن وعادي ده مر والبح يا حساب تمر هدي تذكر لحتقار أخوه بوغة لما صدح لي قول أبوه أكو مغير الله قرب كوضا هكذا حكومة قابل سنة وحي قعانا ابن وقبا حطو بانو عنو قورتي هاسين لا أحد قرامات كي هوري بريد واحد قرامات كي بك محسوسين تي سوائر يا ميدين حتى قرامات كي نبت قلية ذا مركي رون قادو وحالها قولا قورتي دستور كي 97 كي سمي سمي في حكومة دلوري وين الله قبها بان الله قبرين وانا ترى ما حكول اللي اللي تقول ما ترى صدح هي طبعا من وقراها قول كذا با ترى لا كل ما بركور وابا لقال واي فاره هذا سيو حلو بلسي سبت ذا هدي الله إلا حلو برسيني ما رماها كان كان قاعد الشر أي يدبغوا في حتي إسماعيل أحمد إسماعيل ستار تيفي هرقيسا.